نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين وبدعم علمي من متحف اللوفر تجربة رقمية تفاعلية بعنوان رحلة عبر تراث البحرين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية 23 من نوفمبر الجاري. وخلال هذه الفترة سيقوم الفريق بعدد من الجولات التثقيفية في المؤسسات التعليمية بهدف استكشاف فترتي دلمون وتايلوس بطريقة مبتكرة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز السياحة الثقافية وتيسير وصول وفهم الجمهور للتراث الثقافي البحريني. رقمية تفاعلية بعنوان رحلة عبر تراث البحرين تهدف إلى إعادة تقديم التاريخ العريق للحضارات التي ازدهرت في مملكة البحرين، تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين وبدعم علمي من متحف اللوفر. دشنا هذا الصباح مبادرة تعني بتقديم القطع الأثرية المعارة لمتحف اللوفر لمدة 5 سنوات بناء على التعاون الثقافي القائم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية. هذا التعاون الأثري تعاون مهم وجب علينا تسليط الضوء عليه، وبالأخص خلال البرامج التعليمية. هذا التطبيق الذي نقدمه اليوم في المدارس وفي الأماكن العامة في الفترات المسائية يتيح الفرصة للمواطن في المقام الأول التعرف على هذه القطع بطرق بديلة ومتجددة استخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التعرف على معلومات مصاحبة لهذه القطع وأهمية تواجدها في مثل هذا المتحف العالمي الهام، وكذلك لنؤكد على أهمية التعريف بمواقعنا الأثرية في المنصات الدولية لكن كذلك بين أبنائنا الطلبة. We are very happy and enthusiastic this morning. نحن سعيدون ومتحمسون هذا الصباح في مدرسة البيان للبدء بهذا المشروع الذي نعمل عليه مع هيئة البحرين للثقافة والآثار منذ أشهر. الفكرة سهلة جدا، وهي إظهار تاريخ وتراث المملكة بوسطة أحدث التكنولوجيا والواقع الافتراضي من خلال استعراض تاريخ دولمون وتايلوس العريق وهما قلب مملكة البحرين. كما وعملنا على هذا المشروع مع متحف اللوفر بمشاركة فرق من فرنسا والبحرين الذين سيقومون بجولة في البحرين في حافلة لنقل المشروع الذي تم تصميمه من قبل استوديو فرنسي لتعريف النش على تراثهم وأهمية المجسمات التاريخية من خلال أجهزة الكمبيوتر لنوضح أهمية ومعاني حضارة دلمون وتايلوس. صراحة أنا حبيت التجربة، تجربة رائعة وخلوني أتعرف عن دلمون أكثر وأنها تراث عجيبة وشون يستخدمون تراث من القديم. هذه التجربة تتيح الفرصة للجمهور في مملكة البحرين لاستكشاف حضارتي دلمون وتايلوس بطريقة مبتكرة تقدم لأول مرة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز السياحة الثقافية وتيسير وصول وفهم الجمهور للتراث الثقافي البحريني. شعرت بالفرح والفخر لما شفت القطع القديمة بطريقة العالم الافتراضي، حسيت أن أنا في المتحف وبسوي هالتجربة أكيد مرة ثانية. يسعدني جدا أن ترابط بيننا وبين دولة فرنسا، يسعدني أن تراثنا هنا في البحرين متواجد في دولة مثل دولة فرنسا. شفنا تجربة حلوة ويسعدني جدا أعطونا شيء مثل آيباد استخدمناه عشان نعرف المعلومات. والله في هذه التجربة شفت البرنامج التراث والآثار المعروضة في اللوفر في فرنسا، ما شاء الله شفت شلون الفيرتشوال رياليتي وايد قاعد يتطور وقاعد نشوف أشياء الحين في فرنسا من البحرين، يعني شيء عجيب إنه وصل تراثنا الثمين في مستوى الفرنسي من هناك، يعني وصلنا فرنسا. قطع أثرية من جرار فخارية وآنية وألواح مسمارية وأختام دلمونية وتماثيل تجسد جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية لسكان البحرين القدامى، وهذه القطع هي جزء من الإعارة التي قدمها متحف البحرين الوطني لمتحف اللوفر في باريس لمدة 5 سنوات بعنوان
من دلمنا إلى تايلوس رحلة أثرية حول مملكة البحرين. من دلمن إلى تايلوس، تاريخ غني ومليء بالتنوع الثقافي يساهم في تشكيل الهوية الثقافية لمملكة البحرين، ويعكس تاريخا حافلا بالإنجازات. ريان السليمي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.